مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر مع عبد الملك ولمناقشة موضوع ما رأيكم في التوقيت الجديد الذي حددته السلطات المحلية بطنجة بإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 10 ليلا والمطاعم على الساعة 11 ليلا بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. هذا كما هو معلوم مشاهدينا الكرام خلال تتبعكم معنا لجرد لحصيلة الحالة الوبائية ببلادنا وخاصة على مستوى عمالة طنجة أصيلة، يظهر على أن عدد المصابين يعود من جديد في ارتفاع بعدما كانت طنجة تعرف انخفاض ملموس جراء احترام ساكنة طنجة للتباعد الاجتماعي وكذلك احترام المسافات وارتداء الكمامات. في الأماكن العمومية والمنتزهات. إذن بعد الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى مدينة طنجة، فقد قررت السلطات المحلية بولاية طنجة عشية هذا اليوم بإقرار توقيت جديد لعمل المحلات التجارية والمقاهي، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. إذن حسب مصادر مطلعة توصلت بها قناة شوف تي في، فإن اجتماعا عقد بمقر ولاية طنجة عشية اليوم الاثنين والذي شارك فيه عدد من المتدخلين أسفر عن تحديد توقيت إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة 10 ليلا، فيما ستقفل المطاعم أبوابها على الساعة 11 ليلا. وأضافت نفس المصادر أن هذا القرار سيتم الشروع في تطبيقه ابتداء من يوم الأربعاء 28 من أكتوبر ليلة عيد المولد النبوي الشريف، على أن تتم معاقبة كل مخالف وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ الصحية. ومن المرتقب، تقول المصادر نفسها، أن تتم أو أن تتبع السلطات الولائية بولاية طنجة بشكل يومي ومستمر الوضعية الوبائية بالمدينة، وستعمل على تنزيل هذه التدابير الرامية للتحكم في الجائحة والعودة للحياة العادية في أقرب الأجل. كما أذكر على أن هذه الإجراءات تأتي بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بالمغرب بصفة عامة وبالجهة وبالمدينة على وجه الخصوص. كان آخر تسجيل 175 حالة إصابة وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الدردشة الأثيرية مباشرة من طنجة نناقش معكم مباشرة قرار السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي حددت إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 10 ليلا، المطاعم على الساعة 11 ليلا بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم الثامن والعشرين من أكتوبر والذي يصادف ليلة عيد المولد النبوي الشريف. إذن هذا القرار الذي
اتخذته سلطات ولاية طنجة يأتي بعد فيروس بالمغرب بصفة عامة وبالجهة وبمدينة طنجة على وجه الخصوص. كان آخرها تسجيل 175 حالة إصابة وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة، وذلك على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن العافية رشيد يقول بأن تحديد التوقيت من أجل نقص إصابات الأشخاص بالفيروس لا معنى له، كان بإمكان فرض التدابير بالغرامات لأي مخالف، أما منع دخول أو خروج الناس من وإلى طنجة قرار في محله، لأن مدينة طنجة عانت كبيرا مع الطوارئ منذ بداية الجائحة. أكيد شكرا سي العافية رشيد على تواصلك وتفاعلك، رأيك يحترم. إيمان تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءك سعيد يا إيمان، مرحبا بك. كذلك عبد الإله بطوان يقول سلام الله عليكم وبركاته من مرتيل، معكم عبد الإله، شكرا وتحية لك ولمشاهدينا في مرتيل بإقليم تطوان. أحمد المعلم يقول نحن مع هذا القرار إذا كان في صالح الوطن والمواطنين. أكيد يا أخي السلطات باش اتخذت هذه الإجراءات الجديدة ونقصت، ماشي شي إجراء يعني صارم، ولكن نقصت السوايع ديال إقفال وفتح المحلات التجارية بالنسبة للقيصريات وكذلك المقاهي والمطاعم، نقصت لهم ساعة. المطاعم كانوا كيشدوا في 12 ديال الليل رجعوا في 11، القهاوي كانوا كيشدوا في 11 غادي يرجعوا يشدوا في 10 ديال الليل. إذن هذه بعض التعديلات في إجراءات التخفيف اللي اتخذتها سلطات ولاية طنجة بعد ما لاحظت على أن الساكنة بداو كيتراخاو شوية، بداو كيتراخاو بشكل ملفت النظر، بداو كيتراخاو على هذا الوباء ديال كورونا، بما أننا كنا كنلاحظوا مباشرة خاصة في المقاهي الشعبية على مستوى حي بن مكادة برشيفة المرس. يعني تقريبا إذا مشيتي شي مقهى ما تجبرت شي حد عمل كمامة ديالو، وهادشي راه كيشكل خطر كبير على السكينة ديال طنجة. رجاء التزموا بالتدابير الوقائية والاحترازية، راه ماشي جاكم شوية ديال التخفيف تقولوا صافي راك انتصرتم على كورونا، راه كورونا مازال الله يخليكم، وخصنا نخافوا من كورونا ونعملوا لها البال ونردوا البال اكثر، خاصة في هاد الشهور اللي داخلة، حنا في فصل الخريف مورا فصل الشتاء، واحد خصو يرد البال رجاء رجاء، والا غادي نرجعوا للحجر الصحي وغادي يكون اكثر قساوة الحجر الصحي الاول. ردوا البال الله يخليكم. بلال أندلسي يقول السلام عليكم، هذا القرار في محله، هذا الشيء كيخوف. شكرا بلال على تعليقك وعلى تفاعلك معنا. أكيد السلطات ما كتجي تخرج شي قرار يا أخي، وإلا كتعرف علاش خرجت القرارات. ملي كتشوف الوضعية الوبائية تخرج على السيطرة شوية، كتعمل شوية ديال التدابير الاحترازية وكترفع شوية من تسديد القيود باش ما تخرجش الوضعية الوبائية على السيطرة. سنردوا البال مشاهدينا الكرام. إيمان تحية لك من تطوان، شكرا لأختي إيمان وشكرا لمشاهدينا في ولاية تطوان، وأيضا بدورها بدأت تعرف
ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين. كذلك تطوان ذكرت توصل إلى 100 تقريبا حالة في اليوم، راه هادشي كيشكل كذلك خطر على الساكنة ديال تطوان. كذلك في المضيق فنيدق بداو كيوصلوا 50 حالة، يعني راه داكشي كيخوف حتى هما، يعني خلى بأن السلطات الولائية بتطوان على أنها كذلك ترفع من القيود على بعض الأحياء وفي المناطق اللي كاينة في إقليم الفنيدق، المضيق الفنيدق على ما أعتقد، هما اللي فيهم حالات لأن عمالة صغيرة والحالات بداو كيرتفعوا شوية. أميرات الزوجي، أميرات الزوجي أيمن إيمان تقول الله يحفظ بلادنا الحبيبة، آمين. أميرة تقول الله يحفظنا من هذا الوباء. بلا الأندلسي القرار كيتاخذ بدراسة، كاين بعض الناس باقي ما فهموا للأسف يا أخي. أميرة الزوج تقول حنا باقي مقصحين ديك 3 شهور اللي دازوا، أكيد أكيد راه ماشي سهلة، دازت تقريبا 3 شهور حتى 4 شهور، راه ماشي سهلة، راه خسارة شوية شهر 3 و 4 و 5 و 6 عادك تقريبا. إيوا الإنسان خصو يرد البال يا أختي ويلتزم بالتدابير الإحترازية ونعملوا التدابير ديالنا الوقائية، الكمامات ديالنا، وما نغفلوش على نظافة اليدين والمطهرات الكحولية، ومن خرجوا القيصريات والأماكن التجارية نحترموا مسافة التباعد. الله يهدي ما خلقوا صافي، كاين شي ناس ما كيحترموش هاد التدابير الوقائية والاحترازية، وباقي عندهم بأن كورونا مجرد مسحة، كورونا باقي غير يضحك ولعب وسياسة. الله يهدي الإنسان وصافي، الله يهدي ما خلق هادشي اللي ما نقول. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تفاعلكم معنا في هذا المباشر، ونحن في هذه الجولة الليلية من طنجة، وكيف ما كتلاحظوا ساكنة طنجة دابا 11 ديال الليل تقريبا، كيف كتشوفوا على ان اغلبية الساكنة التحقت بالديور ديالها، ان واخا كاين شوية تخفيف الناس تسنسس على انها تدخل ديورها على بكري، تولفوا في ايام الحجر الصحي، واخا وقع شوية ديال التخفيف بقاو مولفين على انهم يلتحقوا بديورهم بكري. كتمل ديك 9 ديال العشيه، 9 ونص 10 كتخوى الدنيا، كتبقى غير حركه السير والجولان بالسيارات. اما بالنسبه للكورنيش، واذا مشيتي للكورنيش اولا البولفار اولا المحلات كيشدوا بكري، العشرة كيشدوا، انك كتنقص الحركه التجاريه، الحل بدا كيبرد شويه، الناس كتلحق كتلتحق ديورها بكري، كتصبح خدامه، دراري في المدرسه، وخا دابا كاينه عطله كيف ما لاحظتوا الناس بدات كتفضل تدخل ديورها، كاين اللي خوفا على راسو، كاين اللي ما خوفانش، باقي كيخرج الليل يتسارى مع راسو وما مسوقش الفيروس كورونا. اذا مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر، ما سخيناش بكم. تصبحوا على ألف خير، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء. أترك الخط لباقي الزملاء المراسلين باش تناقشوا معهم مواضيع اللي غادي اقترحوا عليكم هذه الليلة هذه. أما أنا كنقول لكم تصبحوا على خير، في أمان الله، تصبحوا على خير.